طلب دخلوا عندنا لي بوست ديالنا. يس يس. شوف اخوتي، اوكي بلاتي بلاتي بلاتي، انا نفسر واحد الحاجه. يلا اوكي احنا عندنا نعم اوكي. ها انا تتجيني، انا تتجيني المسجات تنقراهم عندي على التليفون اوكي باسم الجمعيه. باسم الجمعيه قالت لي اياها انت والهام هدروا باسم الجمعيه. الجمعيه الجمعيه ديال المغتربين المغاربه اللي عايشين في باريس عملوا الورقه وسينوها بالقنصليه، هابطين ان شاء الله غدا المغرب. اسمعوني مزيان، هابطين ان شاء الله غدا بالمغرب. اسمعوني مزيان عفاكم، هابطين غدا عشان يوقفوا مع غيتا، والاخت اللي معايا اللي تكتب لي غدا حتشوف غيتا وجه الوجه لانها عندها الحق تشوف غيتا، ويسمعوا الخبر من عندي. ما حدش يعرف عن مسكون هذه السيده وشكون هي، وما حدش يعرفها. انا غدا بوعدكم، هي كيما توعدني دابا غدا حتشوف غيتا ونجيب لكم الحقيقه من غيتا اوكي. اوراق قانونيه نازله باسم الجاليه المغربيه في باريس وهابطه للمغرب وعارفه. شوف عارفه كل شيء. شوفهم، انا شنو قلت لكم؟ الى غيتا مشات الخرا كله ينزل. حتشوفوا انا ما عندي كذوب، ولكن اللي يكذب عليكم واقف مع غيتا ودايرين سنيال للناس، هذول ماشي مع غيتا عافاكم، هذول ماشي مع غيتا. ماشي غيتا، هذو متفقين مع شي وحدين باش يسكتوا بنادم اوكي؟ اوكي، تتقول لي يا تراه غيتا ماشي بسبب رضا وندى بالحبس، راه مشكل كبير. اسمعوني مزيان، اشنو تتقول؟ سمعتي؟ غيتا ماشي اوكي، غيتا ماشي بسبب رضا وندى بالحبس. رضا وندى ونيسا وبسبب من؟ اطلع لي غدا نعرف. بلاتي بلاتي بلاتي، اسكت اسكت اسكت. شوف اخوتي عشان نقول لكم غدا غدا، خلي نغدا عافاك بليز. نو ما نخلي لا غدا لا والو. لا ما تهدريش. شوفوا نو 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 نو، هذه لا لا، هذه المسج لا، هذه المسج لا، عافاك الهام. الهام دونت سي نوثين بليز. يا اوكي انا دابا ما عرفتش كي نهضر تنقرا اش يجينا. قتلت لي قتلتني عيني وحق الله. انا دابا ما عارفاش اخوتي، انسحب انسحب. انت خاصك تراجعي، احنا دابا تنهضر بشي حاجه. ماشي نتراجع لا غيتا ولا داكشي، انا نغبر من اللايف شويه. عافاك ما تقول والو، ما تقوليش الهام. اوكي هضري الهام. لا هي تتقول لك، تتقول لك ما تقولي والو. فمك سخون. سكتي سكتي. اخوتي انا تنبغي نسكت والله، انا راه ما تنبغيش الحقره. لا 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 لا، ما نقول والو، انا ما نقول والو. احنا كلنا غيتا وكنا مع غيتا، غيتا اختي وانا بكيت لها، انا بكيت بكيت عليها. شوفوا كلنا، انا ما تنعرفش. شوفوا انا بغيت نوريهم مسج عافاكم، ما قادر. ما تريد ما تخلينا دابا دموعي تنزل. تقصوا نو نو، ما تقولي والو حتى حتى الغدا. ما تقولي والو عافاك يا بليز. تقولي وهذا فيديو قديم، اشنو تتخربقوا دابا؟ نو ورا الناس ما لناش الحق نهدر. لا ما لناش. انا خوتي no. ما نو شوفوا ما خصنا نقول حتى شي حاجه. يا دونت تيل اس اوكي. ما هاد الناس ما عندهم لا انستغرام لا زبيله قلاوي اوكي. صيفط لي حوايج لغيتا، حتى شي واحد ما سوقلها ولا دار لها شي حاجه ولا حتى شي حاجه. صيفطنا لها شي صوالح ودخل عندها واحد السيد من الطرف ديالنا امباساد ماروكان. هضرت معاه، تهلاو فيها، داو لها الماكله ديالها، داو لها الفراش، داو لها صوالحها، راه حتى شي واحد ما جاب لها حتى شي حاجه باش تخطى. ما جابوا لها حتى وشنو تلبس باش ما يكذبوش عليك ويقولوا لك نزار وتاتاتي ونانانا. كلهم بغاو يطلعوا على الموجه. راها فاش تشدت غيتا حتى واحد ما كان عارف لا فين تشدت ولا فين كانت. راه وهي نهار تشدت، تشدت في الدار البيضاء، ما تشدت لا في مكناس ولا في حتى شي حاجه. هذا الميساج سمعوه مزيان من عندي، كونوا اذكياء. احنا الشعب المغربي معروف علينا الذكاء.
قالت لي غيتا، قالت لي انا في كازا تامر، قالت لي اقسم بالله العظيم، قالت لي هما انا في يقول كازا لا يا بوتيل. انا مني هضرنا مع واحد المحامي اليوم. اوكي هضرنا بلوتين، لا هضر انا نو نو فهمت، ما بقيت فاهمه والو، انا نكذب يا عليك. غدا انا عارف هضر كل انا شيء. والو من هضر انا هضر دابا انا هي الاوتيل اللي كانت نازله فيه واش في كازا ولا في هذا في مكناس؟ باش ما كنشوفوش، ما حلش هو بلا ما كنشوفوش، مين كنخليو كيلاهي الناس، يلاهي الشعب المغربي، باش ما يهضروش على الغلا، ما يهضروش على البترول، ما يهضروش على بزاف ديال الحوايج. اما باش يجمعوا راه عندهم 24 ساعه باش يجمعوا. هذاك حمق مخليين الناس كتلهى به باش ما تهضرش على الصوالح اللي الناس خاصها تهضر عليهم. ودابا عندنا وقت الامتحانات في المغرب، انا راني هاد النهار جبت شي حقائق على الراس ديال هاد الحماق الا سمعتو. سمعتو بصح القضيه كاينه. انا يا خوتي مني سمعت قالوا انا اقسم بالله اليوم لما انا قالوا لي بمكناس، لو لو قالوا لي لما قالوا لي بمكناس انا انصدمت. غيتا بلاتي بلاتي كانت في بلاتي كازا. بلاتي اوكي اوكي حنا عرفنا في كازا. اوكي اليوم هضرنا مع واحد المحاميه. اوكي بلا ما نقول سميتها. وانا نقول لها حتى انا اختي تنهضر هكا. قلت لها راه قالوا لنا هي كانت في مكناس وجابوها لكازا. اسمعي 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 دنيا، اسمعي دنيا اسمعي. بلاتي هاد المحاميه هضرنا معاها ما كانش 5 دقائق قبل ما نطلع اللايف. اوكي هاد المحاميه اللي هي غادي توقف تمشي تشوف لنا بعدا شنو كاين، حيت انا ما انا براسي انا كذب عليكم ما عارفه شنو كاين. انا قلت لكم ما عارفه شنو كاين الناس بلا 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 داك الشيء. وانا انا قلتها مع راسي هذه القضيه في خبارك، قلتها مع راسي، قلت او تشدات اليوم في مكناس غدا هي يمكن في مداوها والويكاند. بلا تسكت عليا، قلت للمحاميه اليوم قلت لها اختي راه قال لنا هي في مكناس، كيفاش هي في مكناس جابوها لكازا؟ قالت لي شوفي إلا كانت في مكناس وقبضوها في مكناس غتبقى في مكناس. مكناس لأنه كاين محكمة في مكناس. قالت لي المحكمة وكل شيء في مكناس. قالت لي ما يجيبش كازا. قلت لي عافاك نقول لها الناس شنو كاين، الناس يهضروا بزاف. الناس اللي تيقولوا جابوها من مكناس. قال لك كازا ما قالوا لا صالح لا والو، مالك صاحبي؟ هضرت معك قالت شي حاجة على صالح؟ لا 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 وين صلاح، ما جابش لا صلاح لا والو. انت مالك ما تعرف صلاح؟ اسكت ملي تيقول لي اوفر شيرين زعما تتشاركي بزاف الناس. انا تنقول لكم كلكم الناس اللي تتبغيوني وتبغيو اي حاجه، حنا تنطلعوا اللايفات كل نهار، حنا بغيتها ولا بلا غيتها تنطلعوا كل لايف كل نهار. حنا جابتني عليها النفس، لاي واحد طراف شي مشكله تجي يعني النفس. على 10 الصباح هتكون في الدار البيضاء، وان شاء الله اذا عيطت لي انا بوعدكم انا والها. بلات بلات اخوتي نقول لكم واش انا اسحبكم انا وتامر ولا كروفيتا ولا اي واحد درنا اخوتي ما خلاوناش. انا نقول لكم انا دايره الغيته دابا محامي نو، انا عاد بديت في البروسيس. حنا عاد اسكت ندير امك. شوف بلات ماشي دير امك زعما اخوتي ما خلاوناش. حنت فلان بيطلع تيقول لا وبيحضر الكونت، حنت بين نقول هضر على غيتا. اخوتي حنا انا بعدا ما انا تنقول لكم شوف اخوتي انا ما تعرف تقلوة غيتا اللي تنعرف عليها هي في كازا. انا اليوم قلت لهم كيفاش هي كانت في مكناس جات لكازا، المحامية قالت لي ما يمكنش هي تكون في مكناس جبال لكازا. المهم هادي هي تقبضت. لا 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 شوفي شوفي الا كانت هي مدعيه في كازا راه يديوها حتى لكازا. هذه ممكن ماشي ما ممكنش، حيت انا كنعرف الناس كانوا مدعيين. لا 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 شوفي شوفي دنيا لا 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 كلام خوال بلاتي غير بلاتي. شوفي اذا تشدت في مكناس قالت لك خاصها تروح المحكمه المكناس. لا الا القضيه في كازا غيقدموها لكازا، كلامكم هو الكبير. ما تقوليش لي لا، انا كنعرف الناس تشدات في كاز في الرباط، والدعوه كانت عندها في طنجه داوها لطنجه. دابا كروفيتو تعرف اكثر من المحاميه، هضرت معاها بالكي هي محاميه ديالي. واسمعيني اسمعيني شنو نقول لك، هذه القضيه هذه الى الدعوه كانت في المدينه فين تكون عيدوها يقدموها حتى لتما، يدوها البوليس يهزوها ويديوها تما. ولكن دنيا حبيبه اسمعيني، يمكن أنا هي ما كانتش تما. غير انا قلت لك شوفي قلت لك اوكاو باغ اكزومبل، انت دابا انا دعيتك في طنجه وانت هي في كازا، تشديتي في كازا
غدا حنا على كل شيء. اسمعيني البنت، احنا عشان ما نسبق الاحداث، البنت غدا طيارتها بتكون بالمغرب وهي هابطة بكازابلانكا الساعة 10، 10 بعد العشرة هي حتكون، متى حتكون بالسجن ومتى حتشوف غيتا حنقولكم كل شيء بالتفصيل وبالصوت. سمعتوني بالصوت، انا ما تكذبش، هي البنت ما تكذبش لانه معها تصريح، معها تصريح. بلاتي بعدا نقول لكم واحد الحاجه، والله العظيم الا بغاونا ما نهضرش على الموضوع، تيتلفونا بالكونطات وبيترون الكونطات باش حنا ما نطلعوش نهضروا. اشوف اخوتي انا مع غيتا، انا كنت في المغرب، انا ما بقى لي ان شاء الله، يا ربي يا ربي ان شاء الله، واللي بغى يدعيني في المغرب ولا شي حاجه. شفتها وشفتك انت كمان اختي، شفتك وشفتها تكفي وتصمتي لي. انا كنت في المغرب، وانا منين نزل المغرب شوفوا دابا كون عارفه قبل ما اطلع لايف عشان تيجوا تطلعوا تشهد، عشان يكونوا شاهد معاكم. انا غدا البنت من تعطيني الاوكي وتقول لي اهدر، انا نهدر. اوكي الخوت، انا كتقول لي ما تقيسكش، انا ما كنكونش عارفه شي حاجه وما فاهمهاش، وما نقدرش ندوي نقول شي حاجه ما عارفهاش. اللي كنعرفو راه كندوي عليه، واللي ما عارفاش كنبقى ساكته كنسمع مني منكم شي حوايج انا ما عارفاهمش. اللي مشدوده عليه اما رضا والاخرين سو سون كو دي بلانت، واللي شدوها كنعرفهم وديجا عيطت وهضرت معاه وقال لي كلشي، وهضرت مع سيمو تي جي في افون ايير، راه صاحبي قديم في الرباط قبل ما يمشي الامارات. الله يهدي ما خلق كلها كيلغي بالغاه وصافي. اخبار جديد هذا. ها يلا وصلني هذا الميساج تاعك اختي اللي بالغي بالغاه، انا ما تنعرف حتى شي واحد. يعني سيمو تي جي بي انت عارف شي حاجه؟ سيمو تي جي بي نو 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 لي با دوفون او سي ديجا في اخويا، قال لي ما تقريش قدامهم. ديجا قريت اخويا، اسمح لي اخويا خبرت مع عمرك. صيفط لي ميساج، انا كل نهار كندخل بخيبي كنقول على الله وعسى نلقى شي ميساج ديالك وهضري معانا، ولا مشيتي ولا عندك شي خبر انت غير طمنينا عليها، ماشي من الضروره نهضروا في اللايفات ولا نقولوا. راه بعد شي حوايج اكيد خصهم يبقاو في السريه، راه حنا عارفين هذا الشيء كلشي. حنا بغينا نعرفو، ما بغيناش شي واحد يجيب لنا الاخبار مؤكده باش نعرفو شنو نديرو. راه حنا راه من المحامين ثلاثه راح تكون ان شاء الله اربع المحاميين، ماشي مشكل. واش غير بنا المحامي؟ مي اش بغينا شي حد فريمون اللي فريمون سور، اللي شي واحد فريمون يقدر يوقف ويجري ديال بصح وما يكونش فيه التخلويض وما يكونش.